ضيفي اليوم هو فنان محبوب، جمع بين الكوميديا وبين الغناء همين، ويعني خلينا نختصرها ونسميه فنان شعبي. راح انا بلوسك يا ساعدون، راح انا بلوسك. بس لا صوتك كلش حلو، خليك بشي تجيب لنا علاقه. يعني مثلا انت كنت قبل قافل ما غني بملاهي ومستحيل وبس حنا واعراس، بعدين قمنا نشوفك بملاهي. هذا مطرب خابر وراه الشده زين، منا لحوا علي قال لم لحد اللي علي قفل 300 دولار وقع 97 ورقه. شنو رايك بسالفه المحتوى الهابط عموما؟ اقول لك العالم جاي يتكفر كفران علي من السوشيال ميديا. استجون على ساعدون تخيل بخلك ما المقروض. هو يقدر واحد يكون مغني وبس يعني ما ينجرف بغير امور؟ من سويت اغنيه عن رمي العشوائي زاد الرمي. انت بحفلتك مليانه رمي عشوائي حفلاتك. ليش هو نشوف فنانين عندهم اراء سلبيه ذيك بالاعلام وبالبرامج؟ جاي تحكي على العراق؟ على العراق. سيف نبيل خارج العراق. شنو علاقتك بالراحله ام فهد؟ بنات العالم خطوط حمراء جدا. موضوع تعديل قانون الاحوال الشخصيه اللي سوى ضجه مؤخرا. محمد السالم هنا وكل الفنانين هنا. بس لا حد يضل يحكي عليه.